سهرة تراثية أذيعت من تلفزيون بغداد عصر يوم الجمعة 16 حزيران عام 2000. التسجيل من إعداد الدكتور أحمد السبتي. نستمع أولا من قارئ المقام قيس عبد الرزاق إلى مقام خنبات فأغنية شل شل علي الرمان. حضرات المشاهدين الكرام، حضرات الحاضرين، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء مع الحفل التلفزيوني التراثي. إخواني المشاهدين، إخواني الحاضرين، هل تعلمون أن مقام الخنبات الذي يمتلئ طربا وشجنا وتجليا يبكي دائما العراقيين المغتربين ويثير الإحساس عند المتلقي العراقي لبنية هذا المقام من حيث النغم والتنسيق الموسيقي والأدائي، لكنه هذا المقام بالذات يحتاج إلى قدرة أدائية فائقة. أتوقع للمطرب قيس عبد الرزاق أن يكون مقنعا في مقام الخنبات. وطرفك الناعس المبراق الناعس المبراق يشفي فداوني من سقام أنت منشره ونجني من غرام من غرام أنت مبين
بدي. كتمت دائي كتمت دائي عن العذال مبتهلا ما كنت أعرف ما كان عظيم في صدادتي الهجر الهجر يقتل والوصل يحيي دلد لدي.